مرحبا بكم متابعين في قناة كاليفورنيوم. يمكن القول أن الطائرات المقاتلة هي أهم سلاح في أي سلاح جوي. مهمتهم هي الدفاع عن المجال الجوي ومهاجمة العدو. يجب أن تكون سريعة متخفية وقادرة على حمل حمولات ثقيلة وتقديمها بدقة بالغة. لذلك يجب أن يكون المقاتل متقدما بشكل لا يصدق ليكون جيدا في ساحة المعركة الحديثة. تنتمي معظم الطائرات المقاتلة في الجيوش الحديثة إلى الجيل الرابع، فهي قابلة للمناورة وتحمل رادارات متطورة وقابلة للتكيف للغاية. الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس هي أحدث آلات وأكثرها تقدما، فهي لا تتمتع بخصائص التخفي فحسب، بل إنها مجهزة أيضا بأحدث إلكترونيات الطيران وروابط البيانات وأجهزة الاستشعار. لكن أحدث المعدات لها أيضا سعر مناسب، لذلك ستقوم العديد من الدول أيضا بترقية طائراتها من الجيل الرابع إلكترونية الجيل الخامس بدلا من شراء جميع الطائرات الجديدة. هؤلاء المقاتلون ينتمون إلى الجيل 4 بلس. متابعينا، في هذا الفيديو سنتحدث عن أقوى الطائرات المقاتلة في العالم اليوم والدول العربية التي تمتلكها. فقبل بداية الفيديو لا تبخلوا علينا متابعينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم. ولنبدأ بالمركز السادس، طائرة سوخوي SU-35S. تعتمد كل من السوخوي SU-30 والSU-35 والSU-37 روسية جنبا إلى جنب مع الصينية تشانغيانغ G-16 على منصة SU-27 الشهيرة. مع ترقيات مختلفة وفرت لهم قدرات الجيل 4 بلس. كل طائرة لديها عدد من المتغيرات والتعديلات، لكن يمكن اعتبار SU-35S النسخة النهائية لكل منهم. تتميز بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تنتجها روسيا، بالإضافة إلى العديد من التحسينات على جسم الطائرة. السمة المميزة لها هي فوهات المحرك الموجهة للدفع التي يمكن أن تتحول إلى أي اتجاه، مما يجعل الطائرة شديدة القدرة على المناورة، وهي ميزة أصبحت عنصرا أساسيا في SU-30 والSU-35. أما المستخدمون الحاليون لهذه الطائرة هي مصر فقط. القوات الجوية المصرية طلبت 24 مقاتلة بعد توقيع العقد في 2018. في 18 من مارس عام 2019 تم الإعلان عن أن موسكو والقاهرة قد عقدتا صفقة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لتزويد مصر بأكثر من 20 مقاتلة من نوع SU-35 وذخائرها. تسلمت مصر أول دفعة من الطائرات في شهر يوليو 2020، الدفعة الأولى من 5 طائرات. في المركز الخامس، الطائرة الأوروبية يوروفايتر تايفون. تماما مثل العديد من الطائرات الجيل الرابع، تم تصميم اليوروفايتر تايفون في السبعينات والثمانينات، ومع ذلك فقد شهدت الطائرة الأوروبية الرئيسية ترقية مستمرة. يتميز أحدث متغير من الترونش 3 بقدرات جو وجو أرض محسنة كثيرا، وذلك بفضل الرادار والإلكترونيات الجديدة. تم الاستخدام التايفون من قبل بعض الأقوى القوات الجوية في أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية. لقد كانت ناجحة للغاية لدرجة أن أوروبا تخطت تطوير طائرتها من الجيل الخامس وقفزت مباشرة إلى الجيل السادس. أما المستخدمون الحاليون فتأتي السعودية، حيث وقعت السعودية بروتوكول اتفاق مع بريطانيا لشراء 48 طائرة مقاتلة إضافية لأسطولها الحالي من طراز اليوروفايتر تايفون. الكويت، في يوليو 2015 ذكرت أن الكويت تجري محادثات مع القوات الجوية الإيطالية وشركة إيلينيا أرماتشي حول احتمال شراء ما يصل إلى 28 يوروفايتر تايفون لسربين. يوم 11 سبتمبر عام 2015 أكدت يوروفايتر أن الاتفاق قد تم التوصل لتزويد الكويت بعدد 28 مقاتلة. أيضا مصر، في أواخر عام 2019 تعاقدت مصر على صفقة ضخمة مع إيطاليا فرقتي فريم فيرجاميني الإيطاليتين لصالح البحرية المصرية وعدد من الطائرات التايفون الأوروبية. الحديث عن 24 مقاتلة قابلة للزيادة، وهي صفقة التي شملت العالم. قطر، في ديسمبر 2020 أجرت مجموعة طائرات التايفون أول تحليق لها في سماء العاصمة القطرية الدوحة كمقدمة لسرب رقم 12 البريطاني القطري المشترك. عمان، في ديسمبر 2012 أعلنت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة BAA Systems توقيع عقد بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه إسرائيلي لتزويد سلطنة عمان ب 12 طائرة تايفون و8 طائرات تدريب. في المركز الرابع، الطائرة الفرنسية داسو ترافال.
بدأ تطوير طائرة الرفال والتيفون كطائرة واحدة، لكن بعد ذلك قررت فرنسا تقسيم البرنامج إلى قسمين وإنشاء مقاتلة منفصلة لاحتياجاتها الخاصة. ليس من المستغرب أن تكون الطائرتان على الأقل من الخارج متشابهة جدا، لكن الرفال تتمتع بمبيعات أكبر في السنوات الأخيرة، وتم تطوير مجموعة أكبر من المتغيرات. F3R هو أحدث إصدار، وقد تم تحديث أسلحته وأجهزة استشعاره بالعديد من التحديثات. أما المستخدمون الحاليون فتأتي مصر، حيث قامت مصر بشراء 24 مقاتلة في 2015، وتعد هذه أول صفقة شراء بين مصر وفرنسا منذ تصنيع هذه الطائرة، وتعد أيضا أول صفقة تقوم بها فرنسا لتوريد هذه الطائرة إلى أي دولة أجنبية منذ دخولها الخدمة عام 2012، وذلك نظرا لارتفاع ثمنها مقارنة بمثيلتها من المقاتلات الحربية، ووافقت على بيعها إلى مصر. قطر. في أبريل 2018 توصلت قطر إلى اتفاق لشراء 24 طائرة فرنسية مقاتلة من طراز الرافال في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، ويشمل العقد أيضا صواريخ من طراز MBDA، فضلا عن تدريب 36 طيارا قطريا و100 فني على يد الجيش الفرنسي، كما أن لديها خيار شراء 12 طائرة إضافية، وقد تم تسييم الطائرات. المستخدمون المستقبليون. العراق. كشف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في لقاء متلفز عن نجاح العراق في الحصول على قرض محلي لشراء 14 طائرة رافال الفرنسية الصنع، مبينا أن سعر الطائرة الواحدة هو 200 مليون دولار أمريكي. الكويت. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في فبراير 2009 بأن الكويت تدرس شراء ما يصل إلى 28 طائرة رافال، ومع ذلك فإن اليوروفايتر أعلنت في 11 سبتمبر 2015 أن اتفاقا قد تم التوصل مع الكويت لتوريد 28 طائرة يوروفايتر تيفون. الإمارات العربية المتحدة. فرنسا في عام 2010 قد طلبت من دولة الإمارات العربية المتحدة أن تدفع 2.6 مليار دولار أمريكي، وهو جزء من التكلفة الإجمالية لترقية الرافال، ونتيجة لذلك بدأت الدولة الإماراتية العربية المتحدة في فحص إمكانية شراء اليوروفايتر تيفون. في المركز الثالث طائرة الأمريكية بوينغ F-15EX إيجل 2، رمز القوة الجوية الأمريكية. F-15 هي طائرة المقاتلة الوحيدة في العالم التي سجلت أكثر من 100 عملية قتل جو-جو، ولم تتعرض لأي خسائر جو-جو. الطائرة F-15EX التي طورتها شركة بوينغ هي أحدث طراز للطائرة. تتميز الطائرة برادار جديد وإلكترونية طيران وأنظمة أسلحة جديدة، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من التحسينات الأخرى. لقد حظيت بالفعل باهتمام كبير من العملاء في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن تستمر في الخدمة لسنوات عديدة قادمة. أما المستخدمون، السعودية، حيث تمتلك 82 F-15 CD و 72 F-15S و 84 F-15 SA. في المركز الثاني تأتي الطائرة الروسية سوخوي Su-57. سوخوي Su-57 فيلون هي أول طائرة شبح روسية تم إبطاء تطويره بسبب العديد من المشاكل والتأخير. بالنسبة إلى أوائل عام 2022 لا يوجد سوى عدد قليل من أمثلة الإنتاج، لكنها متفوقة بشكل كبير على النماذج الأولية السابقة، وتواصل روسيا إجراء ترقيات للطائرة. في السنوات القادمة تستعد Su-57 لتلقي محرك جديد وترقيات أخرى مختلفة، مما يجعل الطائرة تحسينا كبيرا لمفهوم Su-27. إنها مقاتلة ثقيلة تتمتع بقدرة فائقة على المناورة، منخفضة السرعة فضلا عن خصائص التخفي وأحدث الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار. أما المستخدمون، حاليا لا توجد أي دولة عربية تستخدم هذه الطائرة. أما عن المستخدمون المستقبليون المحتملون، فتأتي العراق. نشر موقع إخباري روسي تقريرا عن اهتمام العراق بشراء مقاتلة السخوي الروسية 57، مما يعكس رغبة لدى السلطات هذا البلد في التكيف سريعا مع تبعية الانسحاب العسكري الأمريكي. الجزائر. القوة الجوية الجزائرية طلبت بالفعل 24 طائرة من طراز Su-57 في ديسمبر 2019 لتلبية احتياجات القوات الجوية الجزائرية. أخيرا في المركز الأول تأتي الطائرة الأمريكية F-35 Lightning II. تعتبر الطائرة الأمريكية F-35 مثيرة للجدل، حيث سلط العديد من النقاد الضوء على تكلفتها العالية وأدائها المتواضع في الطيران، في حين أن طائرة F-35 ليست بنفس سرعة الطائرات الجيل الرابع
أو قادرة على المناورة مثل تلك التي تحتوي على أوادم المحركات الموجهة الدفع، فإن الـ F-35 تعوض ذلك بأشياء أخرى، فإن لها تقنية عالية بشكل لا يصدق، حيث تستخدم أجهزة الاستشعار وأجهزة الكمبيوتر وروابط البيانات الخاصة بها لاستيعاب مشاركة مجموعة من المعلومات. تظهر نتائج التجارب الأخيرة أنها لا تهزم تقريبا في القتال خارج النطاق البصري، ولا مثيل لها كمنصة ضربة دقيقة. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من طراز F-35: الطائرة التقليدية F-35A والطائرة F-35B ذات الإقلاع القصير والهبوط العمودي، والطائرة F-35C التي تحملها حاملات الطائرات فيما بينها. أصبحت الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس الأكثر عددا، حيث تم إنتاج أكثر من 750 طائرة وفي الخدمة في 11 دولة، مع وجود العديد من البلدان الأخرى على وشك استلام طلباتها. أما المستخدمون حاليا لا توجد أي دولة عربية تمتلك هذه الطائرة. أما بالنسبة للمستخدمون المحتملون في المستقبل، تأتي الإمارات، حيث جرت المفاوضات في الأيام الأخيرة وشملت صفقة البيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 و18 طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 ريبر، وذخائر أكثر تقدما بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. ثانيا، المغرب. ظهرت المساعي المغربية لاقتناء الطائرة الشبحية الأمريكية F-35 في إطار الشراكة العسكرية التي باتت تجمع الرباط وواشنطن، وأشارت مجموعة من التقارير العسكرية إلى وجود مباحثات بخصوص شراء مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية. وشكرا جزيلا لكم.